لسيد الرسل ونجنا من فتنة النصارى جميعهم فكلنا هيارى ونجنا من فتنة النصارى جميعهم فكلنا هيارى ونجنا من فتنة النصارى جميعهم فكلنا هيارى ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا الحمد مطلقا لذات الباري ثم سلامنا على المختار بذل الوجود المركز الأسرار سر شؤون المجمع الأنوار أدعو إلهي سرمدا لطيفا يا فضلي تليد وطريفا نسأله بالروح والتنزيل بالمصطفى ذي الإذ والتبجيل مائدة العلوم والأسرار ومأخذ الأوراد والأذكار أن يلس العبد من الأقدار وينشر العلم بفيد جاري إذ العباد بي وآي ذكرك في كل أقدار وطول ذكرك أم والأنفال واختالنا الأعراف والأقفال بدد جموع المتدين الظالمين والمفسدين المنكرين الماكرين يرهرهم طرا سهام مكرهم كما تهل نية السوء بهم هو الرقيب الخالق العباد منتقم من كل لص عادي توهيت بالقلوب والنيات وأنت بالمرصاد في الأوقات ربي يا ربي بداء الرادي فهم لنا ما فات دور الحد أفد لنا الفيود والأسرار ولتكسر الأرزاق والأنوار حسن قلوبنا من الأوهام وأيد الأفهام بالإلهام نجني ثمار العلم والإيمان ونتعلى صحب الإحسان اسري بروح العبد كل ليل والتقطه أرضية التكميل كمله حقا كمل الأقران به كذا النساء والولدان ما طالب العبيد لا يدريها فالسواد فالتاتي بها غيرا لا وجه لنا وجه أدم على الذي يفصلنا بالدير والقول الغزير أسأل أن تولي لي نقل القوي بحق الأنبياء وأحمد الكريم ارجع بأبدك لبيتك الحرام في سورة الحج بجائز المكة ما كله زيارة الرسول حتى يؤوب بالمنى